أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم معنا في بداية برنامجنا الجديد بيت العيلة اللي بنبتديه مع بداية عام 2015، ويا رب أمنياتكم تتحقق في 2015، أحلامكم تتحقق مع بداية عام جديد. عايزين أحلام جديدة وطموحات إن شاء الله جديدة. في بيت العيلة أحب أعرفكم الأول على فكرته. بيت العيلة البطل الرئيسي في الأسر المصرية. في كل حلقة بنستضيف أسرة مصرية، بنتجول بكاميراتنا في جوانب حياتهم المختلفة، بنتعرف على أدق التفاصيل، بنتعرف على فرد فرد في العيلة، طموحاته، مشاكله، أحلامه، هواياته كمان. في بيت العيلة احنا بنستضيف ايضا، او مش احنا، هم بيقترحوا علينا استضافة شخصية هم مرتبطين بيها لسبب من الاسباب. بنتعرف على الشخصية وبنقترح موضوع بنناقشه كلنا مع بعض من خلال الحلقة. ايضا هنشاهد من خلال البرنامج فقرات فنية ورياضية من اقتراح الاسرة. هنشوف مع بعض ايضا نجم، سواء كان رياضي، نجم فني، هنناقش معاه مواضيع مختلفة. كل ده من خلال بيت العيلة، يعني المجال مفتوح، الحوار ممتد معانا، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد الوطن ده لا تنتهي. فتابعونا. المهندس رمسيس وديح حنا رب أسرة مصرية مسيحية مستنيرة ورائعة، لديها وعي فكري وفني. هوايتها الرئيسية والأولى الموسيقى. متزوج من المهندسة سماح لويس تدرس شريكة عمره وكفاحه، والتي تشاركه في عمله وأيضا في هواية الموسيقى. والد المهندس رمسيس كان يسمع الموسيقى الكلاسيكية وهو ما زال صغير، وعندما كبر قام بتوريثها لأبنائه أنطونيو وليوناردو لينشئ أسرة موسيقية رائعة. وكل عام وبالتحديد في حفل الكريسماس أعضاء الأسرة جميعا يتشاركون العزف، وذلك ليقدموا مثالا للتعاون في نسيج رائع بين أعضاء هذه الأسرة. لو معنا نتعرف أكثر على المهندس رمسيس وأسرته. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وزي ما قلت لكم أن البطل الرئيسي في حلقتنا هي الأسرة المصرية. معنا النهاردة أسرة مصرية هعرفكم بيهم دلوقتي، بس حقيقة قبل ما أبدأ أحب أقول لكم أن كل فرد فيهم حكاية، من أصغر فرد لأكبر فرد. هنعرف ليه دلوقتي لما نتعرف عليهم أكتر. معانا المهندس رمسيس وديع، أهلا بيك. أهلا بيك. معانا الزوجة هي المهندسة سماح لويس، أهلا بيكي. بعدين أبدأ بقى بالصغير ليوناردو، أهلا بيك، وأنطونيو. معانا أيضا ضيف، هي زي ما قلت في البداية وعرفتكم بفكرة البرنامج إن الأسرة هي اللي بتقترح الضيف، فالأسرة اقترحت النهاردة معاها ضيف، وحنعرف برضو ليه. هو الأب، هو أب معروف جدا بنشاطه الثقافي الفني عندنا كلنا، الأب بطرس دانيال، أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضراتكم. الأول طبعا أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة. وأنا عارفة أن احتفالات الكريسماس كانت عندكم جامدة جدا، وعملتوا فيها أنطونيو طبعا وليو، هم اللي عملوا شغل جامد جدا في الاحتفالات، وفي احتفالات طبعا عيد الميلاد المجيد. اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبه. ولما قلت ان كل فرد فيكم حكايه وقصه، ده لان الواحد لما قرب منكم وعرفكم لقى ان البيت مليان مواهب.
يعني احب اقول لكم مثلا ان المهندسه اللي معانا سماح هي سوبرانو اول، وبتغني وصوتها حلو قوي، وهي رافضه طبعا انها تغني النهارده بس هنحاول نقنعها. وحضرتك فنان وبتعزف، والولاد اخذوا منك الموهبه دي، بيعزفوا هم كمان على الكمان برعايه الاب بطرس. فمش عارفه نبدا بقى بالنواحي الفنيه الجميله ولا نبدا بالتخصص بتاعكم انتوا مهندسين. وبتبقى لما الزوجين يبقوا في مجال واحد متهيألي بتبقى الدماغ واحده، مش بيقولوا كده؟ لحد كبير جدا. انت مجالك غيره في الهندسه مش كده؟ مختلف. احنا مكملين نعتبر لبعض، يعني انا مجالي يعني تصميم ديكور، تصميمات ديكور، ورمسيس الحقيقه هو مهندس معماري، فاحنا الى حد كبير بنكمل بعض. بتكملوا بعض، حتى مجالكم بيكمل بعض. تمام. الهندسه تمام. هنا بتكمل الهندسه هنا. تمام. فبتلاقوا مواضيع، متهيألي ده بيخلق بينكم ارضيه واحده للمواضيع اللي انتوا تناقشوها. غير لما الزوجه تبقى بعيده خالص مش فاهمه، وجوزها بيتكلم جاي من الشغل بيحكي على مشكله معينه او حاجه معينه في تخصصه، هي تبقى في ارضيه ثانيه خالص، ده بيخلق برضه تباعد. انتوا لا، انتوا في ارضيه مشتركه. هو احنا الحقيقه بعد الشغل مش بنرغي في حاجه، لان احنا كل اللي حصل في الشغل احنا عايشينه سوا مع بعض. انتوا في نفس المكان احنا كمان نفس مع بعض، نفس المكتب مع بعض. طيب انا السؤال هنا بقى، مش قريبين كده زياده؟ ده مش بيخلق ملل؟ مش بيبقى في ملل زياده شويه؟ لا احسن العب بديلي ولا حاجه، شايفاني كل لحظه ممكن. لا حقيقي بجد، اسمع ان لما تبقوا مع بعض الصبح منزلين رايحين الشغل وطول اليوم مع بعض، بعدين ترجعوا، يعني ما فيش حته الديستنس اللي بتلوق، المسافه المطلوبه. عمرها ما قالت لي اتاخرت ليه، لان هي شايفه ان انا في الشغل مزنوق يعني. هي دي مشكله تانية، انت ما تقدرش تقول اصل انا في الشغل اتاخرت عشان طلبوا مني مش عارفه ايه. ما فيش اي مجال للهروب كده، مش عارفه ادوخ يعني. ما فيش اي تزويق كده. لا ميزه مش عيب. انت شايفاها ميزه؟ بالنسبه لي انا ميزه. ليه بقى ميزه؟ لا طبعا لما بيبقى الزوج والزوجة في مكان واحد مع بعض في الشغل بيبقوا حاسين باللي حصل اليوم كله، فهي تقدر تدرك ان هو مرهق من حاجة معينة، تعبان، عمل مجهود زيادة، مقدرة بالظبط. حد قال لك قبل كده باشمهندس ان المهندسة يعني مش باين عليها سن خالص وصغيرة وتبان اخت الولاد بجد يعني؟ حد قال لك المعلومة دي قبل كده؟ سماح مش باين عليكي خالص. اسمحي لي اقول لك بقى سماح، بما ان احنا هنقرب المشاهدين اكتر. انا عايز اقول لك في مره زمان خالص خالص من اوائل حياتنا سوا، يعني في حد جاي يطلب ايديها مني يعني. بس مش طايق للدرجه دي يعني. طب كويس، الموضوع بيضحكك مش مزعلك يعني؟ لا اخدت الموضوع عادي. ها قلت له على فكره دي مراتي. لا انا لعبت عليه شويه في الاول، وبعدين كمان. يعني سهلت الموضوع شويه، وبعدين قلت له المفاجاه. وبعدين بقى اصحابي اللي حواليا بقى قالوا له خد بالك عشان ده جوزها. طيب ايه افهم كده، كانت جوازه تقليديه ولا؟ على فكره اي وقت تحسوا ان انا بسال اسئله داخله شويه وانتم مش عايزين تجاوبوا، كل الحق ليكم وكل الحق لاي اسره ان هي تقول لا احنا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. خدتوا بعض عن حب بقى؟ مفترض ان اي اتنين عشان يعيشوا مع بعض عمر بالكامل ما ينفعش انه رسميات ولا ولا ولا، اذا ما كانش في اساس قوي جوه عمر ما اتنين هيعرفوا يكملوا بيتهم سوا. لا بس أساس. مش شرط يعني، ممكن في برضه جوازات كانوا اصحابها واخدين بعض عن قصه حب جامده جدا وقويه جدا، وبعد الجواز بسنه او اتنين بالايام بينفصلوا. قصدي يعني انا بسال على طريقه التعارف بينكم، كانت حب ولا صالونات؟ لا اللي بينفصلوا بعد شويه حتى لو كانوا بقى لهم قصه حب طويله، احب اقول لك ان ده ما كانش حب. او ما كانش حب بالمفهوم العميق الاصلي. لانه يعني في حاجه ممكن ابقى انا مجرد عايز ده، انا نفسي في يعني يبقى معايا واحده اخرج معاها، نفسي في حاجه تانية، نفسي في نفسي. الطباع مش انتوا مش معايا ان حتى بيقولوا السنه الاولى بتبقى صعب لان كل واحد بيتطبع بطباع التاني، مريتوا بالسنه الاولى الصعب دي اللي كل واحد بيحاول يتطبع على طباع التاني؟ هو احنا الحقيقه كنا يعني اصحاب مع بعض بقالنا من يعني احنا من اصغر من سن الولاد. يعني احنا طلعنا تقريبا مع بعض، بس ما كانش عمرنا بنفكر انه يبقى فيه ريليشن اكتر من احنا يعني مع بعض في مكان واحد بنعمل هوايات مع بعض واحده او حاجه كده. لكن لما ربنا اراد يعني لقينا انه ليه لا، لما احنا قريبين فكريا
وطباع قريبه جدا. كويس ان انتوا عرفتوا تحولوا. عاده الصداقه عشان نقلبها الحب بتبقى محتاجه حد يغير ويحاول يغير فكر اللي قدامه، ان انا خلي بقى انا بصي لي بعين ثانيه. كويس ان انتوا بعد سنين الصداقه من وانتوا اطفال تقريبا عرفتوا ان انتوا تقولوا ليه لا، دي اللي انت قلتيها دي. مش اي حد بيعرف يحول العلاقه بعد سنين صداقه لقصه حب وجواز. هو طبعا يعني مش يعني لو متربيين في بيت واحد بيبقى صعب، لان ببقى معتاد يعني انا وولاد خالي وولاد عمي وكده احنا كلنا اخوات، ما نقدرش كنا في يوم من الايام نتخيل ان احنا ممكن نرتبط. طيب. لكن لما بيبقى صداقه او كده مش شرط الصداقه تتحول لزيجه، لكن بتبقى اسهل من. طيب. لو كانت صله قرابه. اسمحوا لي بقى اقدم مره ثانيه الاب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما اللي مشهور عندنا كلنا بنشاط جامد جدا. اقدم مهرجان للسينما الكاثوليكيه مثلا 63 سنه للسينما عامه. السينما عامه. في الشرق الاوسط 63 سنه مهرجان. 63 سنه بقالك قد ايه بقى انت من ال 63 سنه؟ انا كنت وكيل الاب يوسف مظلوم رحمه الله من عام 99، وبعدين استلمت رسمي رئيس المركز من 2010. من 2010. لا نشاط واضح وظاهر للكل، مش محتاجين حتى ان احنا نتكلم عنه كتير. بس احب اعرف بقى هنا الصله الواصله ازاي جت، لان احنا قلنا في بدايه واحنا بنعرف برنامجنا ان الاسره هي اللي بتقترح الشخصيه. فعايز اعرف جه الاقتراح ليه على الاب بطرس بالتحديد؟ مين فيكم بقى يقول لي؟ يعني هو ابونا بطرس الحقيقه، يعني خاصه فتره الكريسماس دي احنا بنتعامل معاه مده كبيره جدا، لانه هو مسؤول كمان في الكنيسه عن نشاط الكورال، واحنا اولادنا في الكورال يعني من زمان خالص. يعني كان انطونيو يمكن عنده 5 سنين. انطونيو الكبير. انطونيو هو اللي كان عنده كام سنه؟ كان عنده 5 سنين لما دخل الكورال. فاحنا كنا مجرد اولياء امور بنروح نوصل ونستناه يخلص. لا انا شايفه الصله بينكم مش كانت اولياء امور مع راعي الفني للولاد، لا انا شايفه الصله انسانيا متعمقه جدا. بس هو في ناس كتير في المجتمع عظيمه، في ناس كتير بتعمل شغل عظيم جدا، لكن قليل فيهم اللي بيعمل هذا الكم من الشغل وهذا الكم من المجهود خدمه. كونسبت ان انا مش بعمل ده مقابل هاخد كام او هحصل على منصب ايه، ده مش كتير. ايوه. والاب بطرس انت شفت فيه ده اللي ربطك بيه. الاب بطرس هو راهب. يعني انا مش عارف انتوا عندكم فكره عن كونسبت الرهبان ولا لا. ايوه. اللي هو البني ادم اللي ساب كل حاجه في الدنيا، انا مش عايز حاجه. انا بعمل كل اللي بعمله نوع من الخدمات. رساله. هو حاسس رساله معينه عايز يوصلها. خدت كام؟ ما حدش بيسال عملت ايه. وقصاد ان انا ما خدتش حاجه دي مش معناها ان انا اعمل شغلي اي كلام وعدي وامشي. طب انا عايزاك تتكلم اكتر، يعني انا طبعا الكلام ده ما تقدرش انت تقوله عن نفسك، لكن انا لفت نظري هنا انت عندك رساله، انت بتعمل المهرجان وراعي فني وثقافي، وفي نفس الوقت انت زي ما بيقول باشمهندس رمسيس انت راهب. هنا انا لمسه قوي الرساله الموحده بين اللي الدين عايز يوصله ويقوله وبين الفن الراقي، يعني وصلاني. بس انا عايزاك تتكلم عنها اكتر. هو باختصار شديد ان المركز الكاثوليكي المصري للسينما رسالته انه يشجع الفن الراقي زي ما حضرتك قلتي، لانه حتى بنختار افلام على معايير اخلاقيه انسانيه فنيه. بجانب شغل المركز المعروف قدام الكل في الاعلام، في رساله جميله جدا، يعني ربنا اداني موهبه بسيطه اللي هي بيانو، على بيانو، فطبعا عملنا منها كورال. وسنه 99 كان عندي كورال اطفال، فاشتركوا 2 من الاطفال عندهم 5 سنين ونص، دلوقتي كبروا موجودين، واحد منهم في الكورال في مسابقه عالميه في ايطاليا، خدوا المركز الثالث. بعدها اللي جم الاول كان جابوا لي الاستاذ مهندس رمسيس وزوجته سماح، جابوا طاط عشان يبقى في كورال اطفال، وبعدين دخل ليو بعديه ليوناردو. ولما عرفت انهم بيرنموا وشاطرين وبيعزفوا موسيقى قلت له طب ما تدخلوا معانا في كورال الكبير، عشان عندنا كورالين اطفال وكبار. تمام. والميزه بقى ان رساله الكورال كله مع بعض من اطفال 3 سنين لكبار 80 سنه، عندي 80 سنه، يعني تحسي حضرتك عيله واحده، ما تحسيش فرق. انا حسيتها من العلاقه بينكم. ودي حقيقه. ولحد دلوقتي يعني في اي رساله وبنعمل رساله بنقول اهم حاجه ان احنا مع بعض بنحب بعض.
مش مشكله. الحمد لله النجاح الفني عالي جدا. لسه كونشيرتو كريسماس كارولز اشتركوا فيه الاربعه، مش تاتا وليو بس. تاتا اللي هو انطونيو وليوناردو. انا عايز اقول لهم تاتا وليو. اقول لكم انا كان تاتا وليو ينفع؟ انطونيو وليوناردو مش هم بس، لا هم عزفوا فيولون معانا، واستاذ مهندس رمسيس بيعزف اكورديون بيانو ساكس. السنه دي عمل شغل عشان يلعب برضه ساكس، وبيلعب فيولين كمان، بيلعب فلوت. طب وسامح بيلعب باركاشن، الالات الحلوه قوي الايقاعيه الخفيفه الناعمه، وبترنم، وهو استاذ رمسيس بيرنم كمان. وقلت لي صوتها حلو يا سوبرانو وزوجها كمان، كلهم بيرنموا صراحه الاربعه. فعيله يعني اللي انا شايفه من العيله وان اندماج جميل جدا. وقلت مره نصحت انطونيو وليوناردو تشكروا اسركم بابا وماما كتير، لانهم اهتموا بيكم، بيتعذبوا عشانكم، بيعلموكم حاجات كتيره جدا ده هتعرفوه بعدين. ايوه يعني ما قالوش انتوا بس تذاكروا تنجحوا وتبقوا شاطرين في الدراسه، لا ده دراسه بجانب الدراسه وعذابها للاسر في بقى انشطه كتيره جدا. طب اسمح لي الجمله دي اقف عندها عند طاطا بقى وليو نفسهم. انتوا حاسين بيوصل لكم ولا بتعتبروه حق مكتسب، حق عادي ان بابا وماما يتعبوا يتعبوا قوي علشاننا؟ ايه يعني ما كل اب وام كده، ولا وصل لكم ان هم ممكن يكونوا بيجوا على نفسهم كتير قوي عشان انتوا توصلوا فنانين موهوبين؟ انا قعدت اسمع منكم كم الانشطه اللي بتعملوها، سباحه، فروسيه، يعني حاجات انا مش عارفه هم بيلاقوا وقت اساسا يقعدوا امتى، يستريحوا امتى، فانتوا واصل لكم ده ولا؟ يعني طبعا بعد يعني مع وقت كتير وبعد ما يعني مرينا بتجارب كتيره حسيت فعلا ان هو قد ايه هم فعلا بيتعبوا عشان يوصلونا ده. على فكره هتحس اكتر لما تكبر شويه، كل ما تكبر هتحس اكتر. طب بالنسبه ليه وانت ايه بقى؟ طبعا حسيت بتعبهم يعني ما بيوصلونا بس كده؟ هو ده بس يعني لا الموضوع اكبر من كده بكتير قوي. طيب اسمحوا لنا ان احنا انا شفتكم وانتم بتتدربوا قبل ما نطلع دلوقتي على الهواء، عزف جميل جدا. كنت اتمنى بجد سماح، اسمحي لي يعني معلش انا بقول لك بدون القاب، هنشيل القاب في الحلقه. انا كنت اتمنى ان انت اسمعك انت كمان وانت بترنمي. فكري يعني واحنا بنسمعهم فكري كده تاني، وانا قبل ان انا اسمع اي حاجه. اوكي هتسمعونا ايه؟ ممكن ايه اللي انتوا حافظينه مع بعض؟ اوكي احنا في مقطوعة هي كونشيرتو متألفة من مؤلف براك، عاصم براك. ممكن اعرف يعني ايه كونشيرتو؟ انا ما رضيتش اسأل السؤال ده عشان ما بانش ان انا ازاي مذيعة مش عارفة كونشيرتو. شكرا على السؤال ده. سؤال مهم جدا، يعني ايه كونشيرتو؟ ممكن ليوناردو يجرب يجاوب؟ يعني هي كذا مقطوعة مرتبطين ببعض. كونشيرتو جاية من كونسير، كلمة هي إيطالي. إيطالي أصلها هي الكونسير بتاعها كونسير. كونسير كونشيرتاري معناها مناقشة أو حوار، مفروض أنها حوار ما بين طرفين. في العادة لما بتبقى أوركسترا بتعزف بيبقى الطرفين دول طرف منهم الأوركسترا والطرف التاني بيبقى سولو آلة ما وليكن الكمان مثلا. تمام. طبعا عشان شخص يقف يحاور مجموعة ناس ده بيقول ان الشخص ده قوي، عشان كده بيبقى سوليستو الناس بتسقف له وبتدوا له ورد وحاجات كده في الاخر. ايوه هو قادر يرد على فرقه باكملها، على فرقه باكملها بالظبط. الكونشيرت اللي هما بيتكلموا عنه ده هو الحقيقه حوار ما بين ثلاث اطراف مش في طرفين، طرف منهم الاوركسترا بالكامل والطرفين التاني هما كمانجتين، وده من اعمال باخ العظيمه بصراحه، انه قدر يوفق ما بين واحد اثنين ثلاثه. يعني لضيق حاله اليد احنا ما قدرناش نجيب اوركسترا معانا الحقيقه النهارده. لا احنا سعداء جدا باللي هنسمعه على فكره. هما ممكن يقدموا الحوار ما بين الطرفين، يعني اثنين سولو دلوقتي بدل ما هيبقى عندنا الحوار بين فرقه وواحد سولو هيبقى بين اثنين سولو بالظبط قصاد بعض، ده الكونشيرتو حوار بين اثنين. الفكره بتاعتها ان هي بتبقى احنا الاثنين زي بعض وبنتكلم مع بعض، احنا بس هنعزف الحركة الأولى منها، هي المفروض إن هي كونشيرتو ثلاث حركات، إحنا هنعزف بس الحركة الأولى. تمام، أوكي، إحنا موافقين. اتفضل.
برافو برافو. لا بجد انا حسيت ان انا قدام اثنين محترفين. طبعا اتفضلوا خلاص اقعدوا. اتدربتوا عليه قد ايه مع بعض؟ يعني سؤال كده يعني على دي بالذات ولا على لا دي سوى. دي مثلا المقطوعه دي او الكونشيرت على بعضه كونشيرتو على بعضه احنا اتعلمناها من زمان بس يعني فهو عشان نتمرن عليها عشان الايفنت ده يعني ما خدتش وقت كتير قوي عشان عارفها من زمان عشان عارفها من زمان مش كده عشان كده. ايه رايك رأي بقى بروفيشنال بقى انا لا طبعا اتكلم كمستمع كده ليهم مستقبل حلو وشاطرين جدا حقيقي من صغرهم كده بيعزفوا حلو الاثنين ايوه وانتوا بتشجعوهم مش كده هم شاطرين وبعدين حتى في لما بنعمل كريسماس كارولز يلعبوا بقى هم غير الكورال يعملوا حاجات بيسموها الحان معارضه الكورال بيرنم في جهه اربع او خمس اصوات وهم بيلعبوا حاجه كل واحد ممكن بنسميه كمان اول كمان ثاني وفي فلوت بتلعب برضه حاجه غيرها والبيانو أيوة. حسب بقى بقولي بصراحه يعني من خلال قربك من الاسره ايه اوجه القوه في الاسره ايه اللي مخليها انتوا كام سنه جواز ما شاء الله يعني السنه دي نبقى 20 20 فاضل يعني خمس سنين على التأمين طيب ايه اللي مخلي الاسره دي جميله جدا وزي ما نقطه القوه لو احنا عايزين بندي الاسره دي مثلا بيعملوا كل حاجه بحب صراحه وخدومين جدا رغم كان اول موقف يمكن رمسيس نسيه بس انا يهمني قوي كنا رايحين نعمل نرنم الكورال في اسكندريه وقال لي هاجي معاكم اعزف كان جاي يعزف فلوت التضحيه عجيبه احنا بيتنا هو اللي كان عنده شغل راح جاي عزف خلص الايفنت ورجع على طول هو لوحده ايوه يعني مش اي حد يعمل كده واحد يقول لا انا ما اقدرش يحسبها مرتبط وخلاص عندي ارتباطات مشغول وكده مفيش مشاكل لكن هم بيعملوا بحب وبيضحوا كتير معانا مع الكورال سان جوزيف صراحة وأسرة ممتازة جدا عندما مش قدامهم كنا ده بنقوله من وراهم هم لو يسألوا يقولوا نفس الكلام أنا مش سامعة لا بجد حقيقي يعني بنعتز بيهم جدا جدا نقول هو ده نموذج فريد ولا في أسر كده تانية برضو في أكيد وأنا فرحان الأسرة موجودة عشان يعلموا أسر كتيرة جدا وناس بتتجوز يبقى سنة وسنتين وما يتحملوش ويسيبوا بعض مش عن حب حقيقي فعايزين نتعلم الحب الحقيقي هو إيه عبارة عن تضحية وتعاون بين الزوج والزوجه والوالدين والاولاد فهي عايزه تضحيه مش الجواز هو بس كده ترفيه لا ده في تضحيه وفي مسؤوليه كبيره جدا وحتى لو في صعوبات وفي مشاكل اكيد هم مروا بصعوبات لازم اكيد ولازم. كان في كبوات في حياتكم اكيد طبعا مفيش اسره مش كده ما بتعديش اكيد كان في مطبات لازم يعني الدنيا ما بتسيبش حد في حاله طب ايه اللي كان بيخليكم تعدوا يعني لو قلنا كان في مطبين ثلاثه ايا كان مش هما نعرفوا ما ايه طبعا لان دي خصوصيات قوي لكن ازاي كنتوا بتعبروا المطبات دي والمنحنيات والصعود والنزول ازاي يعني كنتوا بتتغلبوا مش عايز ادخل يعني للتعمق قوي بس فكره انه كل الدنيا دي في حد خالقها ومرتبها وما فيش حاجه بتحصل بالصدفه واللي خالق الدنيا دي كلها مرتب ان احنا نبقى مع بعض هنبقى مع بعض اللي خالق الدنيا دي اكبر من اي صعوبات موجوده حصل ثورة في البلد وقعت الأسعار غليت بلد قامت على بلد ناس قتلت بعض كل الحاجات الضخمة دي في حد تاني أكبر من الدنيا دي والحد بس ده مش أي يعني أنت هنا بتتكلم على الناحية الروحانية بتفرق بقى كتير التدين إن أنا أبقى عارفة لا مش تدين أنا بعيد عن التدين خالص أنا ما اتكلمتش على هروح أصلي وأدي الفروض بتاعتي كلها لا التدين كلها. بمعنى الروح اللي أنت بتتكلم إن ربنا القدر والإيمان أنا بتكلم على الإيمان الإيمان. أنا لو بشتغل في شركة وصاحب الشركة ده شخص كبير وهو اداني أمر ما أنا لو عملت حاجة مختلفة هيعاقبني أو مش هيعاقبني بس الشركة مش هتقع حتى لو أنا ما عملتش الشغل اللي عليا عشان عندي ثقة بصاحب الشركة دي الراجل ده قادر إن هو يمشي الشركة كويس طيب اللي بيحصل في الدنيا دي كلها هو شايف اللي بيحصل دي حصل لي مشكلة حصل كارثة شغلنا وقع والكارثة كمان ان احنا الاثنين في شغل واحد في يوم ما الشغل ده وقع خلاص احنا وقعنا يعني دي الخطورة بقى مش محسوبة الجيب واحد يعني بس مدير الشركة شايف موظف في الشركة دي وشايف الفراش الصغير خالص ده عارف هو بيعمل ايه انا عندي ثقة في هذا المدير انا شايف ان هو هيمشي الدنيا وايا كانت الكبوة لها اخر وعمرها ما هتبقى اكبر منه
انت هنا بتتكلم على الناحيه الاقتصاديه وتاثيرها على الاسر المصريه، لان احنا وده مش انا بتكلم عن الناحيه ده مش بعيد الاقتصادية. عن كلامي، لان انا بتكلم دي بتشكل مشاكل كتير عند اسر كتير وسببت في انفصال يعني 4 سنين بمشاكلهم الاقتصاديه. ده في بيسيبوا بعض عشان انتماءاتهم السياسيه مختلفه دلوقتي، دي يعني حاجات بيسيبوا بعض عشان بيشجع الاهلي والزمالك ولا بيشجع مش عارف يعني ايه يعني مش ممكن يعني ده بنسمعه. بقول في بيسيبوا بعض عشان حاجات هايفه حتى كمان مش عشان حاجات اقتصاديه. علبه زبادي اول امبارح حصل واحده خلعت جوزها عشان علبه زبادي. علبه زبادي حصل لها ايه؟ ما سمعتش انا القصه. ايوه اول امبارح كانت في الجريده يعني طبعا في حاجات بقى خايبه يعني اتخانقوا يعني على اخر علبه زبادي؟ ما بقاش حب حقيقي يعني هو لازم حب حقيقي. الحب فيه تضحيه، ما فيش كلمه حب بدون تضحيه. الهوايات برضو قربتكم يعني اكيد اسره زي دي عندهم هوايات. عايزين نروح نحضر نسهر النهارده بالليل. هنسهر فين؟ انا عايز اتفرج على الماتش. لا انا ملياش في الكوره، انا عايز اروح مش عارف في برنامج الطبيخ مش عارف ايه. لا يعني مش بنختلف على الحته دي لانه اتجاهاتنا تقريبا واحده. عايزين الاولاد يطلعوا في الاتجاه الفلاني، مش هنختلف لان هو الاتجاه ده احنا الاتنين مقدرينه. اتجاه واحد فقربكوا كتير. وبعدين لما اسره تكون عندها كم الهوايات دي، فين الوقت بقى ان انا عشان اركز في الامور الصغيره؟ ده مفيش. الامور الصغيره دي على فكره بتسبب مشكلات كبيره جدا. الوقت الفاضي الفضبي الفراغ ده مفيش. هو لازم فعلا الوقت الفراغ ده كله يتملي بحاجات مفيده وحاجات ليها معنى. يعني زي ما حضرتك كنت بتقولي ان الحياه فيها يعني فيها مصاعب وبيحصل مشاكل لانه يعني ضغوط من عمل من اي جهه، لكن ساعات احنا ما بنبقى مزنوقين قوي وضغط نفسي بسبب اي حاجه معينه. ساعات كتير لو خرجنا بس يعني رحنا شويه الاوبرا او رحنا الكورال نرجع عندنا سلام وهدوء، لانه انت غيرتي جو اللي حواليكي ايا كان مشاكله ايه بحاجه تانية انت بتحبيها، فبترجعي بقوه تقدري تواجهي اي مصاعب ممكن تكون موجوده. طب مع الهوايات بتاعتكم بتاعت الولاد وشغلكم وشغل صعب، عندكم وقت للحياه الاجتماعيه والاصدقاء مش بيلعبوا دور في حياتكم؟ عندكم انتوا يومكم 24 ساعه زينا ولا بس يعني الحاجات دي كلها بتتضم مع بعض. يعني هي يوم ما بنخرج مع بعض ممكن يبقى بنخرج مع الاصحاب، وبما ان احنا كنا جروب واحد فاحنا اصحابنا واحد. يعني مش هسيبك النهارده عشان اخرج مع اصحابي، هي مش هتسيبني عشان تخرج مع اصحابي. لسه هسالكوا السؤال ده، مفيش بقى لا اليوم بتاعي بتاع اصحابي الرجاله باي باي، ده انا من حقي انا يبقى في مسافه ويبقى ليا اصحابي، مش ضروري قهوه نادي رايحين نتفرج على ماتش، ده مش موجود عندكم. لان اصحابي هم اصحابها يعني احنا الى حد كبير قوي اصحابنا واحد يعني واحد يعني هم يعني فاحنا يوم لما ببقى عايزه اخرج مع اصحابي هم اصحابه فاحنا بنخرج سوا. لا هو انت بقى بصي المهندس رمسيس هو الشغل واحد والصحاب واحد، هو هيقول لك ايه؟ يعني هو ما عندوش مفر، ما عندوش مكان يهرب فيه ولا سبب ولا حجه. انا لا برافو عليك انت تتخذي مثال، لازم نقعد كده نعرف انت عملتي كده ازاي. لا حقيقي يعني برافو عليك يا. لا والحلو انه راضي وسعيد وبيكلم ان هو انا مع الكنبه بره ضحكت طاطا بيضحك قوي طاطا عربيته دي. طيب كان ممكن قوي لما تيجي تقول لولادك انا عايز منكم ان انتوا تبقوا عندكم هوايات، كلنا بنجرب الموضوع ده وعارفينه مش سهل ان ولادنا يستجيبوا، احنا بنبقى عندنا حلم عايزين هم يا اما يكملوا احلامنا اللي ما اتحققتش يا اما يبقوا احسن مننا كمان، فمش ضروري ان هم يتجاوبوا معاكي. ازاي خليتهم يتجاوبوا ان هم يطلعوا عندهم انشطه رياضيه وفنيه موسيقيه كده؟ بصي مفيش طفل موهوب وطفل مش موهوب. تمام. قال لك بالفطره جميع الاطفال موهوبين في جميع المجالات ما لم تطفأ فيهم هذه الموهبه. تمام. بمعنى انه كل الاطفال ودانها موسيقيه، كل الاطفال بتعرف تعزف، بتعرف تغني، كل الاطفال بتعرف ترسم، كل الاطفال بتعرف تمثل، كل جوانب المواهب حتى الافكار العلميه حتى كل حاجه في الدنيا الاطفال خامه لكل الحاجات دي وهم جاهزين ليها. تمام. دور البيئه اللي هم طالعين فيها بتطفي ده وتطفي ده وتطفي ده فيفضل ده، فنقول الطفل ده موهوب في ده. لا انتوا طفيتوا بقيه الحاجات التانيه، انما كل الاطفال موهوبين في كل المجالات منورين في اكتر من مجال. المهم البيئه اللي حوالينا تحتضن الهوايات دي. لما عزف حاجه وقلنا له برافو انبسط وكمل في السكه، لما رسم لوحه وقلنا له برافو كمل
لما عمل سوى. احنا انا ما طلعتش فيهم مواهب، هو زي ما اتولدوا زي بنفس النظريه دي. على فكره في مدرسه لتعليم الموسيقى ياباني، او اتجاه مدرسه فكريه مش مدرسه مبنى مدرسه، منتشره في العالم كله. هم اتخذوا الكمانجا كمثال، ولكن هو الراجل بيقول انا مش بعلم موسيقى، انا بعلم تربيه. لكن كله بيتكلم في نفس المنطق، ان الطفل موهوب ما لم تطفأ فيه هذه الموهبه. ايوه تمام. فانت بتنمي ايه؟ مش بتنمي، سوري، يعني ما بتطفيش ايه؟ ايوه. لكن هو بيكمل على هذا الخط، بتفضل ودانه موسيقيه حلوه جدا، كل حاجه طالما ان انت ما طفيتوش. احنا كل اللي عملناه ان احنا ما طفيناهوش. طيب انت ليه النهارده يعني هو مهم قوي ان احنا نسمع الاولاد الاول ونشجعهم هم، لكن ليه النهارده احنا ما سمعناش ليك حاجه؟ وانا سامع انك فنان كبير، الاب بوتر زانيال بيقول لي وانت وعدتي انك هتفكري كمان تقولي ترانيم، ممكن تقولوها مع بعض، ايه رايكم؟ يلا اوكي. طب نسمع الترانيم دي نسمع بس الترانيم دي اوكي، وممكن على انغام ال ممكن انترانيم صاحب اوكي، يا ريت. يلا بينا. يلا إيه؟ طاط طاط عايزين تسكتي. لا جميلة جميلة فعلا، سوبرانو اول بقى يعني متوقع. يعني هو ابونا بطرس الحقيقة يعني كل سنة بيغير في توزيع الترانيم وبيضيف اجزاء وبيعمل توزيع موسيقي كبير، يعني احنا مش كده بنستمتع جدا. ويكفي ان هي تقول مقطع زي ده كده، انا مش عارف اسمه مقطع ولا اسمه هو بيت واحد من ليه زي ده، فالمهندس رمسيس ينسى اي حاجه مزعلاه. يعني خلاص انت بس اي حاجه زعل كده هو خلاص، يعني دي قيمه المواهب. يعني انا عايزه اعرف بكره انتوا الشباب بقى بكره انتوا بتبصوا له ازاي؟ بنسمع عن الشباب اللي هو عايز بقى يهاجر، عايز ابسط حاجه، ابسط مشكله تقابله، انا عايز اسيب البلد، عايز امشي، عايز اسافر امريكا، عايز اسافر مش عارفه فين. الاحلام دي عندك يا طاطا؟ روبرتو؟ ليوناردو. نبدا بليوناردو. لا ما مش عايز اسيب مصر اصلا، مش بحب يعني اسيب حاجة مثلا اصحابي موجودين. طب انت عايز ايه بكرة؟ انت نفسك تبقى ايه بكرة؟ يعني لما تكبر شوية يعني في يعني، وانا بصراحة عندي بكرة تمرين خيل. لا مش بكرة، بكرة بعد 24 ساعة. بكرة ده هنا رمز المستقبل، المستقبل يعني لما بكرة عندك. بقول لك خليك تمرين الخيل، وهو انت نفسك تبقى فارس بقى كبير نفسك ها؟ طيب انت بالنسبة لك يا طاطا؟ انا بالنسبة لي انا فارق معايا جدا، انا يعني لما اجي مثلا اشتغل او اقدم في حاجه جامعه انا احبها، انا احب اشتغل في حاجه مثلا انا بحبها. اي حاجه انت بتحبها يعني؟ انا سامع ان انت لما بتحب قوي تصلح الحاجات، بتحب قوي تصلح لو عجله بايظه انت تعملها، عندك شاطر في الجرافيكس، انا سامع برضو ان انت ومشترك بقى في حاجات خدميه كتيره جدا، بتعمل حاجات خدميه بدون مقابل كتيره، فكل ده حلو يعني. لكن راسم صورة معينة؟
هو انا كنت بفكر اخش حاجه ميكانيكا، مش عارف بقى بعد ايه، انا مش عارف في الدنيا ايه الاخبار، لسه بدور. ايوه. ومش متخيل لسه الدنيا قوي، مش حسب بقى الظروف هتكون ازاي بالظبط. ومش مش عايز احبس نفسي مثلا ان انا عايز اقعد لا في مصر او عايز اسافر، انا هشوف هي يعني على حسب الدنيا هتوديني فين. ايوه. طاطا لسه في ثانيه ثانوي، فلسه قدامه سنين يفكر. مش مستعجلين قوي. انا عايز اقول لكم، انتوا كنتوا في كتير من جوانب حياتكم ملهمه جدا، واتمنى فعلا تكون كانت ملهمه، بس انا حسيت فعلا ان حياتكم فيها جانب كده ممكن يكون ملهم لناس كتير. فبنشكركم بجد، وبنشكر الاب بطرس دانيال وعلى النشاط والعلاقات الخاصه الشخصيه اللي بتعملها كمان. انت مش بتكتفي بالنشاط العام الفني الثقافي، لا انت كمان بتدي وقت للناس يعني. فاحنا بنشكرك، بشكركم فعلا، وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه. ميرسي لكم كلكم، ميرسي كل الطاقم. لو عندك اي امنيه، لو اي حد عنده امنيه عايز يقولها لمصر حتى للناس. طبعا اهم حاجه يعني احنا طبعا نتمنى في العام الجديد انه يكون مليان خير وبركه لكل الشعب ومصر كلها يعني. يا رب. نتمنى ان فعلا نشوف بكره تغيير للأحسن، فعلا للاحسن ولقدام. خطوه يعني اذا كان كل اللي هيحصل في 2015 ده خطوه لبعد كده انه يبقى احسن كتير قوي قوي. يا رب. الاب بطرس نتمنى دايما ان ربنا يحفظ بالفعل مصر، يدخلها بالسلام الامنين، مبارك شعب مصر، ويحفظ كل ابناء مصر بايديهم، لان احنا بس ما نطلبش حقوقنا، لازم في واجبات علينا مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع القوات المسلحه والشرطه والازهر والكنيسه والقضاء. محتاجين ان نرفع مصر كلنا، ربنا يحفظها ويحافظ عليها، ويكون في امن اكتر وامان وسلام. يا رب يحفظ مصر ويحفظ المصريين، ويا رب 2015 تكون سنه سعيده يا رب، وسنه كلها كده الناس تحقق كتير من احلامها، والاهم ان احنا يبقى عندنا الاحلام والطموحات مع بدايه عام جديد. عايزين احلام وطموحات جديده ان شاء الله. بشكركم مره ثانيه، وشكرا لكم مشاهدينا، شكرا لكم، والى اللقاء في حلقه جديده وبيت العيله.